دائما انسأل هل الاسماك تشرب ماي ولا لا؟ هو طبعا يختلف اذا كانت بحرية او نهرية، مختلفة. في جهاز يسمونه نظام الضغط الاسمونزي موجود بالسمك. النظام الضغط الاسمونزي يعير الاملاح والغازات جسم السمك. تركيز الاملاح بجسم السمك هو 12 جزء من 1000. حلو، الحين نشرح السمك المالح ونشرح السمك ماي. حلو، بخصوص اسماك الماي العذبة فان الماي يدش عن طريق الخياشيم، او اذا تبيها علميا بالضبط فانها يمتص الاملاح عن طريق جهاز كلورين اللي موجود بالخياشيم. زبدة الحكي ان لما يدش الماي زين هذا ماي عذب ما في املاح وايد، فيظل يخزن داخل والباقي وانت بكرامة تبول، يعني السمكة ماي عذبة وايد تبول لانها تبي ترفع الاملاح حق جسمها، لان الجسم يحتاج. اما الاسماك الماي مالحة فهي تختلف، فهي تشرب الماي وتخرج الاملاح عن طريق خلايا خاصة تكون بالخياشيم، وانت بكرامة ما تبول وايد لانها الاملاح. فهذا الضغط اسمونزي هو يلعب دور بهالموضوع، هذا تحتفظ بالاملاح داخل جسمها. حلو، وفي طريقة ثانية انها تقوم تمتص الماي عن طريق الجلد مالها، عن طريق الجلد مالها تمتص الماي اللي تحتاجه. اما بخصوص السلاحف البحرية، السلاحف البحرية فاللي تخلص منها هي الكلى. الكلى تقوم تخلص من الاملاح الزايدة، او بعض مرات يخرج الاملاح من عين السلاحف، فكذي السلاحف البحرية لما تطالعها ساعات كأنها تبكي. سبب انك تشوف السلاحف البحرية كأنها تبكي فهي تخرج الاملاح من عينها بعض المرات. اوكيك. اما بخصوص اللافقاريات وهم مرجان، المرجان راح تلقى ان الاملاح الداخلية بالضبط مشابهة للاملاح الخارجية، يعني البحر كم ملوحته راح تلقاهم داخل. فكذي انك مرجان ما تحصله بالانهر، ما تحصله بالانهر، انما تحصله بحري. ليش؟ لان الاملاح اللي داخلية داخل جسمها اللي تحتاجه مساوي للخارجي. هذا نظام المرجان، فسبحان الله. باختصار نختصر لكم، هل الأسماك تشرب ماي؟ اي نعم الأسماك تشرب ماي.